توجهوا إلى كربلاء وانتم جاهزين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللي تخرج منه دمعة صادقة للحسين عليه السلام لا ينسى أخوان المؤمنين الدعاء، عندكم مرضى، قضاء حوائج، مكروبين، محتاجين، فاللي تخرج منه دمعة صادقة لا ينسى المؤمنين من الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهرة، السلام على الشيب الخضير، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالخضيب، السلام على الجسد السليم، السلام على الرأس المقطوع من القفا من الوريد، من الوريد إلى الوريد، السلام على الرأس المعلق بالقناة، السلام على من ظل ثلاثا بالعرى بلا غسل ولا كفن، السلام عليك سيدي ومولاي وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك وتحت لوائك، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس حامل لوائك وساق عطاشا ومقطوع الكفوف ومفضوخ الرأس بالعمود، السلام عليك وعلى أختك زينب، زينب أم المصائب، عندما قتل أبا الفضل العباس عليه السلام في يوم العاشر من المحرم النساء الأطفال يصرخن الماء الماء، العطش العطش، توجهوا إلى الحسين عليه السلام الذي انكسر ظهره بعد فقد أخيه أبي الفضل، وكأني بزينب تحاكي أخيها الحسين عليه السلام، نادت الحور يبوسك نترى عفن الشروب، بس ترد عباس لين اشيله من فوق التروب، جنبك يا حسين بعده للمنية تكتروب، وما يضل حامي ولا كافل الي وسط الغروب، قالها يا اختي شل يرد عباس شل يستقبله، قالها يا اختي
شل يرد عباس شل يستقبله حسره جسمه على النهر طايح ومحال وذا القطيع ورايته المتجدله عينه صوبها السهيم ومن الدماء متعلله قالت العباس من بعد ترى درب صعوب لماذا تقول هذا الكلام زينب لأن أمير المؤمنين عليه السلام قد وضع يد العباس في يد زينب وقال لها أنت كافلها قالت العباس من بعد ترى درب صعوب خوية سبيل الأعادي من بعد منت يطوب شبوا النيران بخيامك وجرون غصوب تدري نسوانك ولي من آل ميان انضرب يا اختي ما عاد الامور بيدي ولا اتحمله الامام الحسين عليه السلام عندما سقط ابو الفضل العباس عليه السلام قال الان انكسر ظهري وخلت حيلتي وشمت يا اختي ما عاد الامر بيدي ولا اتحمله خوي عباس اعتبر دامي في وادي كربلاء وانظري راسي اذا حزوا السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمكم الشريف المستغفرين لزواركم رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم وفرج الله عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات بحقكم والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا اللهم انصره وانتصر به وأعززه وأعزز به فانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأحلل غضبك بأمريكا وإسرائيل والظالمين اللهم احفظ وأيد وسدد واحرس بعينك التي لا تنام جميع حماة الإسلام وجميع الفقهاء العظام وجميع العلماء العاملين المخلصين وجميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان
اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق الحسين وظلامة الحسين، وبحق عطش الحسين ووحدة الحسين. اللهم شافي كل مريض، لا سيما المنظورين والمخصوصين. اللهم شافهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلاء. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. اللهم لا تقمنا من مقامنا هذا حتى كتبتنا عندك من المرحومين، ولا تكتبنا من المحرومين. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى روح أم البنين، وإلى روح السيد الإمام، وإلى روح الشهيد الصادر، وإلى روح وإلى روح الشهيد الحكيم، وإلى روح الشيخ الجمري، وإلى روح الحاج عبد الله ابن لطف الله، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.